اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير نجم النادي الاهلي السابق كابتن احمد نخله. ازيك كابتن احمد؟ ازيك كابتن اسلام؟ تشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا. الله يخليك، انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك، ودايما يا رب كده متالق على طول. ربنا يخليك يا كابتن. مصر اخدك على طول للمونديال، وما تفعله الفرق العربيه النهارده؟ يعني النهارده ثلاث العرب كله طرب. والله طبعا عايز، انا يمكن شفت المقدمه وانا موجود، عجبني جدا كلامك ان لا. الف مبروك طبعا للمنتخب السعودي طبعا من خلال برنامج البيت الكبير ومن خلال قناه النادي الاهلي. بصراحه يعني هم بيصدروا تاريخ، يعني اتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله رب يكملوا طبعا. لكن انت بتتكلم برضو على تصنيف المنتخب السعودي ال 49 عالميا، ان هو بيفوز على الثالث عالميا، ده شيء، ده انجاز كبير جدا جدا حقيقي. طبعا احنا مش عاوزين نبالغ، احنا عاوزين بيفوز عليه رسميا يا كابتن، يعني في مسابقه رسميه اقصد، يعني بالظبط، يعني بنتكلم على اقوى محفل رياضي في العالم هو كاس العالم. فان انت النهارده منتخب السعوديه يعني يفوز بالاداء دوت والتنظيم دوت، وفي وجود ميسي وفي وجود دي ماريا وفي وجود كمان مارتينيز من اللاعبين المميزين جدا جدا في المنتخب الارجنتين، انا بقول لك يعني بصراحه يعني ده تاريخ النهارده بيسطره المنتخب السعودي. مبروك للعرب طبعا، مبروك للمنتخب السعودي تاني وتالت وعاشر، لانه بصراحه يعني ده انجاز تاريخي. صحيح، يمكن اهم مباراه للمنتخب السعودي في مدار تاريخه هي مباراه اليوم امام الارجنتين. نعم، عايز اقول لك ان هو كمان متصدر المجموعه النهارده بالتعادل، النهارده اعتقد بتعادل بولندا والمكسيك، اتعادل النهارده هو اول مجموعه. فطبعا يعني انت شو بتتكلم على اول مجموعه وموجود معاك الارجنتين، دي حاجه جامده جدا جدا تتحسب المنتخب السعودي. يعني اتمنى يكملوا ان شاء الله باذن الله، ما تكونش دي النهايه، يعني افرح وكل حاجه، لكن كمل بقى ان شاء الله ان انت تكون من ضمن الكلام بالزبط. بتاع هيرفي نارد النهارده ان هو قال اللي حضرتك بتقوله ده يا كابتن، ان انا خلاص احنا هنحتفل الثلاث اربع ساعات اللي جايين دول، ومن بكره هنستعد او من النهارده بالليل كمان انا شخصيا هستعد للمباراه القادمه. هو ده يا كابتن اسلام، واحنا اصلا يعني اتعلمنا القصه ديت من النادي الاهلي حقيقي. طبعا انت كنت موجود وكلنا موجودين، ان انت خلاص ابني على الفوز بمعنويات، تمام، باصرار، بعزيمه. نعم. ان انت لازم تكمل، كل مقاومات الدوله معاك، الامير معاك، الملك معاك، ولي العهد معاك، كل الدنيا معاك. الاتحاد السعودي نوجه له كلمه شكر كبيره على المدرب المحترم الموجود دوت حقيقي، اللي قدر ان هو في وجود، يعني انا مش عايز اقول لك، انا الارجنتين انا بقول لك مرشح ياخد كاس عالم. صحيح، يعني الارجنتين بتتكلم على البرازيل، او بتتكلم على بلجيكا، على فرنسا، على انجلترا، الفرقه دي مرشحه تاخد كاس عالم. ان انتوا تجيبوا مدرب بالشكل ده، بالامكانيات دي، بالمواصفات دي، بالشخصيه دي، ان هو يقدر يتعامل النهارده مع منتخب كبير زي الارجنتين بالكوادر اللي موجوده فيه، ان هو يقدر يعمل الزون دوت والدفاع المتقدم، ويضرب يلعب بحاجه غريبه جدا يا كابتن سامي، احنا يعني كانت زمان الكلام ده، لكن عملها النهارده، ان هو بيضرب التسلل عادي جدا، بتضرب التسلل في وجود ثلاث لعيبه عندهم حلول فرديه وعندهم مهاره، صح، دي ماريا وميسي، في وجود ميسي وفي وجود مارتينيز، ان هم الثلاث اجوان جابوا ثلاث اجوان، جاب اجوان لكن كلها اوف سايد. صحيح، الراجل ده نجح النهارده تكتيكيا، عايز اقول لك يعني ان اسهمه النهارده عليت يعني مليون في الميه، مش 50%، لا مليون في الميه، ان هو قدر النهارده بمجموعه اللعيبه اللي موجودين معاه، اللي بشكرهم جدا على ادائهم الرجولي النهارده، انهم قتلوا وقدروا يعني يفوز على منتخب كبير زي الارجنتين، لا ده تاريخ كبير يتحسب للمنتخب السعودي.